أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج فضاء حر، نناقش فيها إعلان عدن التاريخي، هل يعد مجرد رسالة ضغط واحتجاج أم أنه تمرد على الشرعية؟ محطة جديدة من محطات السياسة والصراع في البلد، إعلان عدن الذي يأتي على خلفية قرار الرئيس هادي بإقالة محافظ عدن عيدروس الزبيدي والوزير هاني بن بريك، يراه البعض على أنه مرحلة مختلفة من مراحل ما يعرف بالقضية الجنوبية والعلاقة بين الجنوب وبين السلطة الشرعية، فيما يراه البعض الآخر مجرد خطوة في الفراغ ليس لها ما يسندها على أرض الواقع، وإن كانت تزيد المشهد اليمني تعقيدا في هذه اللحظة. دعا الإعلان إلى تشكيل قيادة سياسية جنوبية لإدارة وتمثيل الجنوب، وهو ما عده البعض إعلان انفصال الجنوب عن السلطة الشرعية، ولكن ما يبدو واضحا أن هذه القيادة المنتظرة لن تتجاوز المعوقات والعراقيل التي بقيت تمنع تشكلها منذ اللحظة الأولى التي انطلق فيها الحراك الجنوبي قبل حوالي 10 أعوام، على الرغم من التغيرات التي طرأت على الساحة اليمنية خصوصا بعد الانقلاب في صنعاء والحرب التي تلت. بالحديث عن أسباب هذا التحول، يرى البعض أنه جاء ردا على ما أسموه إنهاء لحالة الشراكة بين السلطة الشرعية والحراك الجنوبي بعد إقالة الزبيدي وبن بريك، وإن الجنوب حر في خياراته تبعا لتغير معادلات الحالة السياسية في البلد في ظل الحرب القائمة، فيما يقول آخرون أن هذا التطور يأتي في إطار محاولات إضعاف السلطة الشرعية التي تعمل عليها أطراف مختلفة، وأن هذه الخطوة تصب في محصلتها النهائية في خدمة سلطة الانقلابيين في العاصمة صنعاء. ما دلالات هذه الخطوة وما تداعياتها على السلطة الشرعية وعلى علاقاتها بالتحالف وأطرافه، وكيف ستؤثر على المشهد اليمني في هذه اللحظة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاشنا هذه الليلة من فضاء حر، والتي نستضيف فيها من المملكة المتحدة رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب، ومن الرياض الصحفي أنيس منصور. أرحب بكما ضيفي الكريمين، والبداية معكما بالسؤال المشترك، في أي سياق تقرأ ما حدث أمس في عدن؟ والبداية معك دكتور عيدروس. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحييك وأحيي قناة بلقيس وأحيي المشاهدين الكرام. ما جرى بالأمس في عدن هو جزء من سلسلة فعاليات يشهدها الجنوب منذ العام 2007، وهو استمرار لسلسلة الفعاليات الجماهيرية والسياسية التي ظل الجنوب يشهدها على منذ بدء انطلاق ما سمي بالحراك الجنوبي، الذي عبر عن ثورة شعبية ترفع مطالب الجنوبيين إلى المستوى الذي كان يعبر عن تطلعات الجنوبيين وأمالهم ومحاولة استعادتهم لحقوقهم. هل ما زلتم تسمعونني؟ نعم أسمعك دكتور عيدروس. ومن هذا المنطلق هذه الفعالية ليست بمعزل عن كل الفعاليات والمليونيات التي سميت مليونيات طوال السنوات الماضية، وهو يعبر عن استمرار تمسك الجنوبيين بقضيتهم التي اعترف بها القاضي والداني ويقر بها كل الناس، وكانت محور أساسي في من محاور الحوار الوطني. وشخصيا أنا عبرت عن هذا مباشرة بعد قرار الرئيس هادي، وقلنا أن وجود الأخ عيدروس الزبيدي أو وحي أمان أو هاني بن بريك أو غيرهم من المستشارين والوزراء وقادة الأمن والمسؤولين الذين ما يزالون شركاء في سلطة الرئيس هادي كان مرحلة من مراحل التحالف الذي أعلن الرئيس هادي فضه من طرف واحد، وبالتالي طيب هذه تفاصيل مما سنأتي إليها أثناء النقاش دكتور عيدروس. إذا أنت ترى بأن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة يعني الحراك الجنوبي منذ نشأته، هل تتفق مع هذه الرؤية وهذه القراءة أستاذ أنيس؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، انا احيي الدكتور واحييك وامسي كل المشاهدين. انا لا اتفق مع الدكتور جمله تفصيلا، الدكتور يتحدث عن شيئا من الخيال وعن اشياء ومصطلحات فلسفائيه لا اساس لها. ما حصل هو حاله تمرد على الشرعيه
ما حصل هو ايجاد مشروع بجانب مشروع التحالف وحالة التحالف، ما حصل هو عبارة عن صراع مصالح ذاتية ليس له علاقة بالجنوب، ما او قضية الجنوبية وحقوق الجنوبيين، ما حصل هي حالة نشاز في الشرعية اليمنية ونشوز في الشرعية اليمنية. للأسف الشديد ما حصل هي نوع من الخيانة التي لا يستفيد منها إلا الحوثي وعفاش. عندما يكون هناك مشروع ضمن مشروع الشرعية والتحالف ويأتي هناك مشروعا آخر وكيانات ومسميات، والدليل على ذلك أن أكثر من 12 كيانا جنوبيا من الحركة الجنوبي أصدروا بيانا ماذا سيقول عنهم عيدروس النقيب عن صلاح الشنفر الذي تبرأ مما يقوله عيدروس، ما سيقول عيدروس النقيب من من القيادات الجنوبية الموجودة وتحمل قضية الجنوب وهم يتبرؤون ويقولون أن ذلك صراع مصالح، وإن عيدروس الزبيدي يريد أن يحقق مكسب شخصي ومصلحة شخصية وابتزاز للرئيس هادي تحت مسمى القضية الجنوبية وحقوق الجنوبيين. أيضا الحضور الهزيل ليس هو يتحدث عن مليونية وعن فعالية ضخمة، لكن الحضور الذي حضر كان حضورا هزيلا وضعيفا جدا غير الحضور الذي يمثل القضية الجنوبية ومسمى المليونيات. وبالتالي أنا لا أتفق معه وأقول أن ذلك هي عبارة عن يعني حالة تمرد واضح، لأن المستفيد هو عفاش والحوثي والإعلام حقهم. نعم وهذه طيب طيب لا يرضى بها. طيب دعني أنقل هذا الطرح للدكتور عيدروس النقيب إذا كان لا زال يسمعني. دكتور عيدروس هل لا زلت تسمعني؟ مرحبا أنا أسمعك. نعم دكتور عيدروس، إذا يعني ملخص ما جاء أو أبرز ما جاء على لسان ضيفنا سيد أنيس منصور بأن يعني مجيء هذا الحراك من قبل قيادات هي كانت جزء من هذه السلطة وهي الآن تناهضها، ألا يعبر عن أن هذا الحراك أو هذه الخطوة تمثل صراعا على السلطة أكثر من كونها صراعا على القضية الجنوبية؟ شكرا جزيلا. أنا لا أعلق على يعني كان بودي أن أقول لكم عندما تنتقون ضيوف فأتوا بضيوف محترمين لهم سمعة طيبة وعندهم رأي سياسي. لن لا داعي أن تغلط على ضيفنا، يعني أنت لدي نحن الآن على الهواء ولديك كامل الحرية للرد عليه بموضوعية. لن أعلق على ضيفك، لن أعلق على ضيفك. طيب. ليس لدي تعليق على ضيفك، أنا أقول لك أن ما سمي بمليونيات يحضرها مئات الآلاف، وأنا أدعو الرئيس هادي وأنصاره أن يحشدوا مثل ما حشد الحراك الجنوبي. الحراك الجنوبي هو طيف واسع من المكونات السياسية والقوى الجنوبية الحقيقية وليست الوهمية التي لها حضور في كل الجنوب وكل محافظات الجنوب، تنادت من أجل الفعالية ليس من أجل عيدروس. عيدروس كان حضوره في السلطة حضورا رمزيا يعبر عن الشعب الجنوبي والمقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي. والذين يقولون أنه يخدم عفاش والحوثي نريدهم أن يدحروا عفاش والحوثي من بقية مناطق اليمن مثل ما فعل عيدروس وبقية المقاومة الجنوبية، وحينها يتحدثون عن مقاومة عفاش والحوثي. أما الذين طيب الأمور لا تؤخذ على هذا النحو دكتور عيدروس، يعني بالأخير الأمور ليست يعني تحدي بين شمال وجنوب، هي القضية مشتركة والمصير مشترك والخصب هو واحد. دكتور عيدروس لا تتفق، ما في خصب واحد، هؤلاء ضيوف عند حلفاء عفاش والحوثي يسترزقون ويعيشون على ادعاء انهم يحاربون عفاش والحوثي وهم عايشين في نعيم، لم يحملوا بندقيه ولم يذهبوا يقاوموا. اما عيدروس الزبيدي وكل زملائه من المقاومين فقد ادوا مهمتهم ونجحوا فيها، والذين نجحوا في ماذا؟ طيب يتقرصون هنيئا لهم. طيب دكتور عيدروس، يعني انت تحدثت الان بان هذا التمثيل هو يمثل كل اطياف او الحراك الجنوبي الحقيقي وليس الشكلي كما اشرت، على اي اساس يعني قررت؟ ما هي المحددات التي على اساسها يعني قررتم بان هذا الحراك هو يمثل لكل ابناء الجنوب، خاصه اذا ما اخذنا بالاعتبار ما حدث مؤخرا في حضرموت وموقفهم من الاقاليم؟ يعني عن اي جنوب تتحدث؟ حضرموت ارسلت ممثليها للمشاركه في فعاليه الامس، وما جرى في حضرموت هو
جزء من 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 التعبير عن القضية الجنوبية، ولا يبتهج كثيرا الذين يتوهمون أن حضرموت ستنفصل وستحقق لهم مآربهم. أنا أستغرب من ناس يدعون أنهم يؤيدون السلطة الشرعية ويبتهجون أن حضرموت ستنفصل عن الجنوب. إذا انفصلت عن الجنوب فهي ستنفصل عن اليمن مسبقا قبل أن تنفصل عن الجنوب، لكن دعوا الحضارم يعبرون عن رأيهم بطريقتهم ونحن نحترم رأيهم. إذا أي مكون من المكونات الجنوبية التي يقولون أنها نددت بفعالية أمس تفعل فعالية مقابلة، فعالية البطون الخاوية، هذه الحركة الرعناء الذي عملها بعض الذين يعتقدون أنهم طيب دكتور عيدروس، أنت خرجت الآن الموضوع، سنعود نعم حتى لا نتشتت في نقاشنا. سأتحول الآن من جديد إلى الأستاذ أنيس منصور. يعني إذا ما تحدثنا عن هذا القرار الذي جاءت يعني بناء عليه هذا التحرك وهذا الذي يبدو أنه كان احتقانا شعبيا، ألم يكن هادي يدرك حقيقة وخطورة هذا القرار؟ ولماذا لم يتم التشاور والأخذ بالاعتبار كل المعطيات المتعلقة بقرار بهذا الحجم؟ طبعا الرئيس عبد الرب منصور هادي أبعد وزير الأشغال. لماذا لم يخرج الجنوبيين من أجل وزير الأشغال وهو جنوبيا عدنيا؟ لماذا؟ هنا السؤال الذي يطرح نفسه. طيب أسألك عن توقيت ودلالة هذا القرار من قبل الرئيس هادي. طيب إلى أن تحل مشكلة الصورة مع ضيفنا من الرياض تحول إليك من جديد الدكتور عيدروس، على أي شرعية استند هذا الحراك وهذه التحركات في عدن؟ طيب أعود إليك أنيس. نعم سأعود إليك دكتور عيدروس. أنيس يمكنك أن تكمل. أقول أن القرار جاء بناء على حيثيات واقعية وبرهان وفعاليات يومية في محافظة عدن، أن المحافظ حول المدينة عدن إلى مدينة عنصرية مناطقية، عزز هذه الثقافة من خلال تواجد كثير من مقربيه أتباعه من أبناء منطقته. الأمر الآخر أن أنتم في قناة بلقيس تناولتم الوضع الخدماتي المتردي بشكل تقارير يومية وكل القنوات، الوضع السياسي المتعدد، الوضع الأمني، الوضع من عدة اتجاهات، كانت هناك فشل إداري، فشل اقتصادي، فشل في كل الاتجاهات، وظل المحافظ يعقد أكثر محافظ عقد مؤتمرات صحفية يتهم فيها أطراف أخرى، أحيانا الإصلاح وأحيانا جهات متعددة على أنهم سبب فشل محافظة، بينما هؤلاء ليس لهم تواجد أصلا في إدارات الدولة. نعم يعني هل تعتقد بأن الرئيس هادي إذن يعزل كل من يجد بأنه فشل في إدارة مهامه؟ يعني هل كان الزبيدي هو الوحيد ضمن التشكيلة التعيينات التي أصدرها هادي خلال الفترة الماضية؟ ما الحكومة تقريبا بجميع وزرائها فاشلة في أداء مهامها، لماذا يعني جاء القرار على الزبيدي وبن بريك بالتحديد؟ طيب إلى أن يعود إلينا ضيفنا من الرياض الدكتور عيدروس، كنت أسألك قبل قليل عن الشرعية التي يستند إليها هذا الحراك وهذه الخطوة التي يعني أطلقها الحراك الجنوبي أو ما سمي بإعلان عدن التاريخي. إعلان عدن هو جزء من سلسلة طويلة من الإعلانات التي اتخذها الحراك الجنوبي طوال فترة فعالياته الجماهيرية التي سميت مليونيات والتي قد لا تكون بالمليون بالضرورة. الحراك الجنوبي ليس وليد يوم 4 مايو، الحراك الجنوبي يعني بدأ في 7/7 يتبلور، 7/7/2007 بدأ يتبلور في هيئة فعاليات جماهيرية تصاعدت حتى وصلت إلى يعني أكثر من 30-50 مهرجان التي عقدت في كل مديرية محافظات الجنوب، فليس وليد أول أمس. لكن عندما كان جزء من أفراد المقاومة وقادة الحراك البارزين جزء من السلطة، كان الناس يعتقدون أن هذا التحالف سيفضي إلى حل عادل للقضية الجنوبية. الرئيس هادي تصرف، سأعفي ضيوفك من الرد على هذا السؤال. الرئيس هادي تصرف بموجب صلاحياته الدستورية، عزل من يشاء، عزل خالد باجنيد وعزل
طيب الدكتور، لكن دكتور الدكتور عيدروس ارجو ان تجيبني انت على السؤال المتعلق الذي طرحته لك يعني، وبالنسبه للاسئله الاخرى سيجيب عليها ضيفنا الاخر. سالتك عن شرعيه هذا التحرك، يعني هذه الخطوه جاء في ديباجتها او في ديباجه البيان حديث عن انه عن الاستناد الى عاصفه الحزم والربط بين فكرة تقرير المصير، ألا تعتقد بأن هذا يضع التحالف العربي في مأزق أمام العالم يعني، ويتناقض مع الهدف الذي أعلنت عنه قوات التحالف في تدخلها في اليمن؟ يعني هو يضع التحالف العربي في مأزق قبل أن يضع الحراك الجنوبي. التحالف العربي يدرك جيدا من الذي دحر القوات الانقلابية من داخل عدن ومن مدن الجنوب، يعرف جيدا، ولا اتصور ان التحالف العربي سيقف في مواجهه الشعب الجنوبي وفي مواجهه المقاومه الجنوبيه، وهو حليف اساسي في مواجهه المشروع الانقلابي، لكن الشرعيه تقلص مساحه انصارها وتبحث عن خصوم. وما يعني الاجراءات التي اتخذها عبد ربه منصور هذه هي صحيح ضمن صلاحياته، لكن من يستبعد القاده والكوادر والمناضلين الحقيقيين ويأتي لهم ببدائل أخرى عليه إلا ينتظر مناصرة، والجنوبيون متمسكين بقضيتهم سواء كانوا جزء من السلطة أو خارج السلطة، هم متمسكين بقضيتهم المتمثلة باستعادة دولتهم وتحرير أرضهم قبل هزيمة الإنقلابيين أو بعدها. طيب عن أي دولة تتحدث؟ يعني الدولة لم تعد حتى يعني الدولة لم تعد بعد حتى يتم تقرير مصير من يعني؟ دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي جرى وعدها في 1994، وإذا كنت أو كان البعض لا يعلم ماذا جرى طوال 25 سنة من عمر الوحدة الموؤودة، فله أن يراجع صفحات التاريخ. ما جرى في 1994 كان تدميرا للدولة الجنوبية وللتاريخ الجنوبي واستبعادا للشعب الجنوبي. الشعب الجنوبي يريد أن يستعيد حقه، وهذا كل الشعوب تعمله وليس بدعاء يبتدعها الجنوبيون. طيب دكتور عيدروس ايضا لم تجبني تحديدا عن الشرعيه الان، يعني التصريحات الاستاذ عيدروس الزبيدي والبيان نفسه يتحدث عن شرعيه التحالف العربي، وشرعيه التحالف العربي اساسا مرتبطه مباشره وشرطيا بشرعيه هادي، كيف يمكن ان يستقيم هذا المنطق؟ شرعيه هادي هي عودته الى صنعاء واستعاده الدوله اليمنيه التي استولى عليها الانقلابيون، ونحن نؤيد في هذا المشروع، لكن ليست شرعيته قتل القضية الجنوبية التي خطب عنها أكثر من 20 خطاب طوال جلسات مؤتمر الحوار الوطني. اليوم السؤال موجه للرئيس هادي، هل ما زال متمسك بما قاله عن القضية الجنوبية في طوال جلسات الحوار الوطني، أم أنه قد تخلى عن هذا الكلام؟ أنا أعتقد أن الرئيس هادي واقع تحت مجموعة من الضغوطات والاستشارات غير الحكيمة التي تدفعه لمواجهة الجميع، ولذلك نقول أنه الأمر هو بيد الرئيس هادي ومستشاره. نعم يعني أيضا لم أجد إجابة مباشرة منك فيما يتعلق ب الإجابة المباشرة يعني يا أختي. نعم الدكتور، الشرعية يستمدها مهرجان عدن وبيان عدن من الشعب الجنوبي الذي هب عن بكرة أبي لمواجهة الإنقلابيين ودحرهم. ما الفرق إذن بين ما فعله في عدن أبناء الجنوب يوم أمس وبين ما يفعله الحوثي والمخلوع صالح في صنعاء والحشود التي جمعوها في 2014 ويجمعونها في كل مناسبة؟ يعني أنت مقتنعة بالقول الذي يقول أنه هذه تصب في خانة الحوثي وعفاش؟ أنت مقتنعة بهذا الكلام؟ بالتأكيد طبعا، يعني هم بالأخير مشروعهم كان تفتيت اليمن، ومشروع الإيران الكبير هو تمزيق اليمن وتحويله إلى يعني كنتونات. للأسف الشديد يبدو أن بعض الإعلاميين لا يقرؤون ما يدور في الواقع ومبرمجين على ايديولوجيه ثابته لا تقبل التغيير. طيب اذا 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 طيب دكتور عيدروس ساعود لك الان، اصبح جاهز معنا الاستاذ انيس منصور. اقول لك ما الفرق بينهم، 25 سنه الشعب الجنوبي يقاوم ويواجه سلطه علي عبد الله. طيب استاذ انيس منصور، يعني الدكتور عيدروس يؤكد بان هذه الخطوه يعني لا علاقه لها بالمصلحه الحوثي والمخلوع صالح في الشمال، وانما تصب في ضمن يعني مصلحه وطنيه عامه يستفيد منها ابناء الجنوب والقضيه الجنوبيه المتمثله بتقرير مصير الجنوب.
إيران والحوثيين كانوا داعمين بقوة موضوع الحراك الجنوبي. ألم يكن علي سالم البيض في الضاحية الجنوبية في بيروت وكان يدير مركز إعلامي وقناة تلفزيونية ممولة من حزب الله؟ ألم يذهب المئات من أبناء الجنوب تحت مسمى التحرير والاستقلال إلى طهران وإلى بيروت لعملية غسل الدماغ وعملية التدريب؟ هناك تحالف حوثي مع الحراك ظل فترة من الزمن. ألم يتحالفوا في الحوار الوطني عندما تم يعني مكون الحراك الجنوبي اللي كان موجود في الحوار والحوثيين وتحالفوا ضد رفض مخرجات الحوار الوطني وظل هناك عملية ما تسمى بالابتزاز في هذا المسمى؟ القضية الجنوبية اليوم أفرغت من خلال تعدد المشاريع. هل يوجد مشروع حقيقي للجنوب حتى ينال استقلاله واستعادت دولته؟ هل الآن نحن أمام جبهات متعددة وتأتي نتوءات من الخلف؟ من هو المستفيد من ذلك؟ أليس قيادات الحوثي قاموا بإصدار عدد من المبادرات من بينها فصل الجنوب من باب خلط أوراق على الشرعية والتحالف؟ هناك أشياء وتساؤلات كثيرة جدا. القضية الجنوبية تغير تغيرا محوريا وكان باستطاعتهم أن يفرضوا أمرا واقعا الآن، فما الذي منعهم من الانفصال؟ ما الذي منع الجنوبيين الآن من إعلان دولتهم؟ وهم قد قاموا بعمليات حتى تنحيط. لا شيء منعهم هم الآن، يعني حسب تصريحات ومواقف أنصار الزبيدي والحراكيون على الأقل الذين حضروا يوم أمس يتحدثون عن أن هناك أمرا واقعا جديدا من حقهم بناء عليه أن يقرروا مصيرهم ويعبروا عن رفضهم لأي قرارات تمس قضيتهم، وأن أن اللحظة هذه وجدوها مناسبة لإعلان مثل هذا الموقف ومثل هذا القرار. القرار الذي تم في تناقض كلامك انهم قالوا يريدوا ان يقرروا مصيرهم ولابد من ايجاد حل للقضيه الجنوبيه، بالمقابل تصريحات المحافظ وبعض تصريحات القيادات انهم مستمرين في مع التحالف مع الشرعيه. القصه ما فيها انها عمليه ابتزاز، ليس الا البحث عن مصالح ليس عن الجنوب. الجنوب اليوم تحول الى مشروع استثماري اكثر من ما هو مشروع سياسي، هذا اللي حاصل الان الواقع. والا كان الاصل ان المحافظ يكفر بالشرعيه ويكفر بالتحالف ويعلن وضوح انه ويعلن انفصال الجنوب، وسننظر ماذا سيكون النتيجه، لكن ان نظل فقط عباره عن اخذ شد الحبل او لعبه شد الحبل. طيب الا تعد هذه خطوه تحسب للمحافظ الزبيدي بانه على الرغم من الضرر الذي مسه شخصيا الا انه ظل متمسكا بموقف يجعل يعني المحافظه والحراك في يعني في يعني في منأى عن هذا الشطط او هذا التطرف الذي طرحته انت، وظل على مسافه جيده مع التحالف العربي وايضا مع الشرعيه؟ لا، المحافظ او المحافظ السابق عيدروس الزبيدي عزز من انقسام الجنوبيين وعزز من انقسام القوى الجنوبيه، والدليل ان هناك تظاهرات خرجت مواليه للرئيس هادي وداعيه ومباركه لقرارات الرئيس هادي وهي جنوبيه. ماذا سنقول عن هؤلاء الذين خرجوا بالالاف ايضا بنفس اليوم مسيرتين؟ الامر الاخر انه هناك بيانات صدرت من قوى الحراك الثوري في محافظة حضرموت وأبين وشبوة والطالع، رأينا أن يكون عيدروس وصيا على الجنوب لأنه لم يستشير القوى الجنوبية الكاملة، هو انفراد شخصي وبمجموعة قيادات مجموعة حوله ليس لهم علاقة بالجنوب. على سبيل المثال الوزير هاني بن بريك، هل هذا قيادي في الحراك الجنوبي؟ أسأل أنا عيدروس النقيب، هل هذا؟ نعم، إذا هذه أسئلة نحي لها الدكتور عيدروس. يعني هذا السؤال أيضا يطرحه كثير من المتابعين للمشهد، هناك أيضا أكثر من مكون تابع للحراك عبر عن رفضه لما حدث يوم أمس، أيضا غابت القيادة التاريخية للحراك الجنوبي، خرجت أيضا مظاهرات يعني مؤيدة للقرارات الرئيس هادي، يعني كيف يمكن أن نفصل بين هذا الحراك الشعبي والسياسي على مستوى الحراك، ومن الذي يقرر أن هذا هو الممثل الشرعي للحراك الجنوبي؟ لا أحد يدعي أنه الممثل الشرعي الوحيد. نعم. لا أحد، ولم يقل أحد أن عيدروس هو الممثل الشرعي والوحيد. لكن عندما تدعي قيادة، وأنا قلت بداية حديثي الموضوع ليس موضوع عيدروس، الموضوع أن الشعب الجنوبي يعبر عن إرادته بقضيته التي هي أكبر من عيدروس، لكن عيدروس مثل رمز يستحق التقدير والحضور وحصل على ثقة الجنوبيين،
من خلال التكليفات التي تضمنها بيان عدن. وجود مكونات صغيرة غير فاعلة أو مصطنعة أو يعني مولدة قسريا عن طريق الولادة القسرية، هذا أمر موجود في كل مكان. منذ أن نشأ الحراك الجنوبي كانت تفريخات علي عبد الله صالح موجودة في كل محافظة من محافظات الجنوب. هذه ستظل عبارة عن غثاء سيجف السيل في أي لحظة من اللحظات، ولم يقل أحد أنه لا يوجد مخالفون لما يطرحه الحراك الجنوبي الحقيقي، لكن هؤلاء لكل واحد أجندته ولكل واحد قاعدة الجماهيرية يعبر عنها ويحشد مثل ما نعم. ومن الفيصل إذن في هذه اللحظة بالأمس، وأين يستطيع أن نقول من هو الممثل الشرعي للجنوبيين؟ نعم. هل تعتقد إذن أن الحشد في الشوارع هو الحكم والفيصل في مثل هذا يعني في مثل هذه اللحظة التي تكثر فيها التناقضات؟ الفعالية السلمية لم تتوقف في الجنوب. الذين يعتقدون أن الجنوب بدأ قضيته تاريخ 4 مايو 2017 يعني أما أنهم مغيبون أو أنهم لا يقرؤون ما يجرى منذ 7/7/94 وعلى الخصوص منذ 7/7/2007 الذين لا يشاهدون ما يجرى عليهم أن يفتحوا عيونهم على ما جرى طوال 10 سنوات الماضية. نعم بالتأكيد يعني الجميع يعرف طبيعة النضال السلمي الذي أطلقه الحراك الجنوبي منذ 2007 يعني والمظلومية التي لحقت بأبناء الجنوب منذ يعني 94 ومنذ 90 بالأصح. لكن نحن نتحدث الآن عن التوقيت، عن دلالة التوقيت دكتور عيدروس، هل ترى بأن هذا التوقيت هو المناسب؟ يعني ألا ترى بأن الخطاب الذي يتبناه هذا الحراك وهذا البيان يتطابق تماماً مع الخطاب الذي تبناه الانقلابيون في صنعاء وهي نسف شرعية الرئيس هادي والحديث عن الانفصال؟ الانفصال ليس نسفا لشرعية الرئيس هادي. الجنوبيون يؤيدون حق الرئيس هادي في العودة إلى صنعاء واستعادة الدولة التي غضى عليها الانقلابيون، وقدموا في سبيل هذه القضية آلاف الشهداء. من قال أننا طيب الرئيس أليس الرئيس هادي جنوبي؟ لماذا لا يحق له أن يعود إلى الجنوب؟ الرئيس هادي يحق له أن يعود إلى الجنوب ويرأس الدولة الجنوبية، ما حد قال. لكن أنت تعرف بأن السلطة المحلية أثناء ما كانت تابعة لي يعني الزبيدي رفضت عودته إلى الجنوب ومنعته من دخول عدن. لم يقل أحد، هذه من ألاعيب الأجهزة المخابراتية التي لم يمنعوا أحد إلى عدن، بس بالعكس عيدروس الزبيدي ورفاقه الذين حرروا عدن وثبتوا الأمن والاستقرار فيها وحرروا قصر المعاشيق هم الذي فتحوا للحكومة وللرئيس ورئيس الوزراء وكل الوزراء العودة إلى عدن، لكنهم لا يريدون أن يعيشوا في أجواء غير آمنة ففضلوا الرياض وهذا حقهم. نعم. إذن أستاذ أنيس، الرئيس هادي والحكومة هي من رفضت العودة إلى عدن في الوقت الذي رحبت السلطة المحلية وإدارة الأمن في عدن بالرئيس هادي وبالحكومة، وأن كل ما يطرح حول عدم السماح للرئيس هادي والحكومة بالعودة إلى عدن كلام يعني إعلام مفبرك ومخابراتي. لم موضوع السماح لهادي لم ينشر أصلاً. الرئيس عبد الرب منصور هادي سيعود إلى الجنوب بعز عزيز وبذل دليل مهما كانت قوة وغطرسة هؤلاء الذين الغوغاء. هناك قوات للحماية الرئاسية تحمي رئيس عبد الرب منصور هادي، ويوم غد سينزل المحافظ الجديد عبد العزيز المفلحي وسيكون هناك استقبالاً حاشداً له وترحابا، وسينزل رئيس الوزراء بندقر وستنزل الحكومة، وربما خلال الأيام القادمة أؤكد لك أن الرئيس سينزل وبعز وشموخ. موضوع عملية النزول والطلوع هذا لا خلاف فيها، فهذه أرضنا تحت شرعية التحالف والدولة، وهؤلاء مجموعة من الضوضاء والغوغاء يبحثون عن مكاسب، لا يبحثون عن دولة ولا يبحثون عن مشروع حقيقي. أنا قلت لك سابقا أن قضية الجنوب لا أحد مختلف عليها، ولكن التوقيت في هذا التوقيت هو يخدم أطرافا من باب خلط الأوراق، ولا يخدم الشرعية ولا يخدم التحالف. الرئيس عبد الرب منصور، هؤلاء الذين يقولون سينقادون إلى الرئيس عبد الرب منصور هذا لم ينفذوا له توجيها بسيطا بتغيير عسكري في مطار عدن، فما بالك بأشياء أكثر من ذلك. أنا أقول لك أن هؤلاء فقط، يعني هناك أيضا مصطلح آخر دعني أفصح عنه وأكشف عنه، وهو هناك صراعا مناطقيا واضحا. ما لو كان المحافظ عدن من أبين؟ إذا كان هناك تصالح وتسامح جنوبي، لماذا لا ينتقل عيدروس الزبيدي محافظا لمحافظة أبين ويأتي محافظ أبين لمحافظة عدن
أو لمحافظة الضالع من أجل تجسيد التصالح والتسامح؟ لماذا كل محافظة جنوبية المحافظ حقها إلا محافظة عدن المحافظ حقها من الضالع؟ أشياء كثيرة جدا ومأهولة. لماذا عدن مقسمة إلى مربعات مناطقية؟ هناك معسكرات تابعة لأبين، وهناك معسكرات تابعة للضالع، وهناك معسكرات تابعة ليافع، وهناك قوى موجودة تبع الصبيحة. هذا الكلام من يخدم؟ نعم هذا دكتور عيدروس. نعم استاذ انيس، الفكره واضحه دكتور عيدروس. اذا هناك من يؤكد بان هذه الخطوه التي يعني تجلت يوم امس باعلان عدن التاريخي هي تضر الحراك الجنوبي اكثر مما تخدمه وتفتت الحراك الجنوبي، يعني خاصه وانها لم تنبثق عن مؤتمر شمل القيادات التاريخيه يعني للحراك، ولم يكن هناك عمل على مستوى سياسي، وإنما نزل مباشرة إلى الشارع، وهذا أمر يمكن أن يقوم به أي أحد. يعني هل تعتقد فعلا بأن هذه الخطوة يمكن أن تفتت الحراك الجنوبي وتضره أكثر ما تخدمه؟ التمنيات كثيرة، الذين يتمنون تفتيت الحراك، والذين يتمنون الحرب بين أبيان والضالع وبين يافع وشبوة وبين غيرها. هذه تمنيات لا نستطيع أن نحسدهم عليها، يستمروا في تمنياتهم. أما الشعب الجنوبي، الشعب الجنوبي، ولما نقول الشعب الجنوبي نحن نتكلم عن السواد الأعظم، وليس كل الشعب الجنوبي من 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 أقصى إلى أقصى، لكن السواد الأعظم، الغالبية العظمى من الجنوبيين هم واقفين مع الثورة الجنوبية، وقد شاءت الأقدار أن ترفع مقام أشخاص لم يكونوا حتى قبل سنتين مشهورين، مثل الأخ عيدروس الزبيدي ومثل الأخ هاني بن بريك وغيرهم. وهؤلاء لم يأتوا غلابا على القيادات التاريخية التي يتكلم عنها. القيادات التاريخية جميعها بعثت برسائل تأييد لمهرجان عدن وبيان عدن، وبالتالي هل القيادات التاريخية دكتور عيدروس، هل ستقبل القيادات التاريخية للحراك الجنوبي أن تكون تابعة لعيدروس الزبيدي باعتباره ممثلا الآن للحراك الجنوبي في المحافل الدولية؟ إذا اختارته قائدا ستقبل به، ما دام اختاروه سيقبلوا به ممثل. أما الذين يقولون ليش عيدروس ما يروح محافظ أبين، ولا ليش أبو بكر حسين ما يروح محافظ عدن، هذا موضوع بيد الشرعية، الشرعية هي التي تعين، مش عيدروس يعين نفسه والمعسكرات والذي يعني طرأت اغتصابا. وزير الداخلية موجود ورئيس الوزراء موجود. طب إذا كانت الشرعية إذا كانت رفضت قرارات الشرعية على مستوى تغيير محافظ، يعني سيد عيدروس، طيب إذا ما تحدثنا عن المؤثر الخارجي في هذا المشهد تحديدا، وعن الموقف الإماراتي بالتحديد، ألا ترى بأن يعني التصريحات لمسؤولين في الإمارات وتماهيه تماما مع الخطاب الذي تبناه الحراك يوم أمس، يعني يعبر عن أن تحركات الحراك الجنوبي بين فترة وأخرى مرتبط بمؤثرات خارجية أكثر ما أنه مرتبط باحتياجات الداخل؟ الحراك الجنوبي نشأ في 7/7/2007 قبل أن تنشأ مشكلة الحوثيين والانقلاب والتحالف العربي، وقبل ما يكون عبد الرب منصور هادي رئيسا. فالموضوع أن تؤيد دولة عربية مطالب الشعب الجنوبي نحن نشكرها، لكن أذكر أن الإمارات العربية المتحدة هي جزء من التحالف الداعم للرئيس هادي والرافض للإنقلاب والمنادي لاستعادة الشرعية. فأرجو من الذين يتهجمون على الإمارات أن يتذكروا الدماء التي أسالتها الإمارات من أبنائها على أراضي الجنوب وعلى أراضي اليمن. طيب دكتور عيدروس، هناك كثير من أبناء الشمال سالت دماءهم أيضا في نفس المعركة، لماذا لا يتم يعني الامتنان لهم بنفس القدر الذي يتم الامتنان فيه لأبناء الإمارات؟ من هم اللي سالت دماءهم؟ هناك كثير من أبناء الشمال أيضا شاركوا في المعارك في الجنوب. الله يرحمهم ويتقبلهم بواسع رحمته، لم يقل أحد أنه هؤلاء ليسوا شهداء. يعني كل الذين سالت دماءهم على أرض الجنوب وعلى أرض الشمال وفي مأرب وفي صعدة وفي كل مكان، هم شهداء للتاريخ في مواجهة مشروع الغزو الفارسي والمشروع الحوثي العنصري السلالي. لم يقل أحد أن هؤلاء ليسوا شهداء. طيب دكتور عيدروس، يعني أنت تحدثت عن مباركة بعض الدول، دول التحالف لهذه الخطوة، لكن الأمر ليس مجرد يعني مباركة، وإنما صدرت تصريحات لمسؤولين رفيعين في دولة الإمارات بأن هذه الخطوة هي درس للرئيس هادي ورد مباشر، ما يعني بأنها تنفذ أجندة عبر يعني قيادات في الجنوب، وتحديدا طبعا نتحدث عن الزبيدي وبن بريك.
يعني انا قلت نتمنى من كل الدول العربيه بما في ذلك السعوديه والبحرين والكويت ومصر وكل الدول العربيه انها تؤيد حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره. ما الذي يضر في ذلك يا اخوه؟ انتم تجعلوا من قضيه اعاده الدوله الجنوبيه كانها جريمه تاريخيه. اسكتلندا قبل سنتين اجرت استفتاء بمباركه من الملك ومن رئيس الوزراء البريطاني واعطوهم الحق بالاستفتاء وانفصالهم عن بريطانيا، لم يقل احد هذه خيانه. علينا أن نتحرر من تحويل قضية الجنوب إلى قضية أخلاقية، أنه اللي مع الوحدة شريف ومحترم ونبي ورسول، واللي ضد الوحدة أو يريد الانفصال خائن. هذا موضوع سيد عيدروس، يعني نتحدث عن 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 مخرجات الحوار الوطني كواحدة من المرجعيات التي يعترف فيها بها دوليا والتي يعني التحالف يعمل بناء عليها. القرار الأممي 2216 يؤكد على وحدة اليمن ويعني وحدة أراضيه، ويؤكد على شرعية الرئيس هادي، ويؤكد على أن مخرجات الحوار الوطني هي واحدة من المرجعيات يعني المشهد في اليمن. ألا يعد ما حدث أمس تمردا على كل هذا؟ يعني برضو أنتم تتحدثون فقط عما حدث أمس وتنسون الـ25 سنة من نضال الشعب الجنوبي في مواجهة عفاش. طيب دكتور عيدروس، نحن نتحدث نحن اليوم في حلقة لقراءة ما حدث يوم أمس، يعني وهذا لا ينسف أبدا ولا يمس التضحيات ونضال الحراك الجنوبي خلال الـ20 السنة الماضية. هذا جزء من نضال الشعب الجنوبي ومن الحراك الجنوبي واستمرار لهذه القضيه. لماذا هذه الفعاليه تعتبر تمرد واكثر من 50 فعاليه 50 يمكن بالمئات الفعاليات التي شهدها الجنوب ليست تمردا؟ يعني الرئيس هادي اقرر الاستغناء عن التحالف مع الجنوب وهذا حقه. اذا يعني الشعب الجنوبي تحرك بسياق اخر، الشعب الجنوبي كان يراهن وانا سابوح لك بما عندي خلاص، يعني ما اقدرش اتكتم. طيب كويس، كلنا سمعنا اشارات من الرئيس هادي بانه سيتفهم للقضيه الجنوبيه يعني بعد هزيمه الانقلابيين، لكن واضح ان الاجنحه المتحالفه مع الرئيس هادي تضيق ذرعا بتفهمه لقضايا الجنوبيين وتضغط عليه باتجاه فك الارتباط مع الجنوبيين، وهذا حقه، اختار خياره والشعب الجنوبي اختار خياره. ما رايك استاذ انيس؟ طيب وصلت الفكره، ما رايك استاذ انيس بما طرحه الان دكتور عيدروس بتخلي يعني تخلي الرئيس هادي عن شراكته مع الحراك الجنوبي وقياده المقاومه الجنوبيه؟ الرئيس هادي قدم للجنوب ما لم يقدمه الحراك الجنوبي الذي كان عن ظاهره صوتيه موجوده في الشوارع وحولها الى ورقه دوليه تتداولها في مخرجات الحوار الوطني، وأعطاهم 50% من هذه المخرجات الحوار الوطني، وتنفس الجنوبيين الصعداء بفضل الرئيس عبد ربه منصور هادي. ما كان لعيدروس النقيب أن يتكلم من داخل الولايات المتحدة وعيدروس الزبيدي أن يكون محافظا لمحافظة عدن لولا جهود ونجاحات وقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي. الرئيس خدم الجنوب ما لم تقدمه القيادات التي موجودة في أبراج الإمارات أو في أبراج لندن أو في كثير من الدول، وهي عبارة عن عملية قوت من قضية الجنوب وليس لها أصلا في الواقع. اللي حاصل أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو من قرب الحراك إلى الشرعية، وهو من سلم الحراك كثير من إدارات الدولة، وهو من خدم الحراك خدمة وأعطاهم حقوقهم بشكل كبير جدا، والقادم اكثر واجمل في حال استمرينا الالتفاف حول الرئيس عبد ربه منصور هادي. اما ان نتنكر للرئيس بهذا الكلام فهذا شيء مجحاف للرئيس. طيب ما قيمه قرارات الرئيس هادي الان طالما وهي غير منسقه مع التحالف العربي؟ ما قيمه ما يقوم به الرئيس هادي كما تقول طالما والعلاقه مفككه وغير سويه فيما يتعلق ايضا بدول التحالف العربي؟ اذا استمرت هذه السياسات فيما يتعلق باطراف مهمه داخل التحالف العربي تجاه اليمن والملف اليمني، هل تعتقد بان الشرعيه يمكن ان تصل الى نتيجه ويمكن ان يعني تستقر البلد في ظل هذه المكايدات الكبيره على مستوى يعني اطراف ومسؤولين كبار في التحالف؟ لا يوجد، التحالف يمشي على قدم وساق ولديه خطة، والرئيس عبد ربه منصور هادي لا يتخذ قرارا إلا باستشارة وباتفاق، لديه مستشارين جنوبيين ولديه مستشارين من الحراك ولديه
ايضا مجلس الشورى ولديه يعني ايضا قياده للتحالف، فهو في كل امر لا يتخذ قرارا بذاته الا بعد دراسه وبعد اطلاع وبعد بحث مستكامل، ليست حاله نزوات تلقائيه. الامر الاخر، لا يوجد لخلافات الا في من هم يعيشون وسط الخلافات، اما خلافات لا يوجد اي خلافات. إذن كيف تفسر تصريحات مسؤولي الكبار في الامارات ودعمهم للخطوه التي قام بها الزبيدي وبن بريك في عدن، اذا كانت علاقه على هذا النحو؟ تدعم الامارات هي تدعم تحرير اليمن من الميليشيات الانقلابيه، واي شخص يقف ضد هذا الموقف ستقف ضده. الامارات تدعم وحده وامن واستقرار اليمن، وانا ضد الهجوم الذي تعرض له الامارات. لسنا الامارات جزءا من التحالف، وقدمت من التضحيات الجليله والكبيره، ولا يمكن احد ان ينكر دورها، لكن ربما ان هناك اطراف تريد ان تستغل دعم الامارات لتحقيق ايضا مكاسب واعطاء صوره غير للامارات او املاءات اخطاء، هذا موضوع اخر. اما ان نقوم بتفصيل السعوديه عن الامارات وتفصيل الامارات عن الحراك وتفصيل الحراك عن علان وعن عبد ربه، فهذا شيء من الخيال، وهذا ما يريده الانقلابيين وما يريده. على اي حال، نحن لا احد يهاجم الامارات بقدر ما نحن نقف الان في قراءه للتصريحات ولمواقف هذا الطرف او ذاك. دكتور عيدروس، الان ما بعد يعني هذه الخطوه، ما بعد الاعلان التاريخي لعدن، ما بعد 4 مايو كما اشار البيان، والذي لا يشبه ما قبله ايضا كما جاء في البيان، ما هي توقعاتك؟ وهل تعتقد بان المحافظ المفلحي سيتمكن من العوده الى عدن وممارسه مهامه، وسيقدم له الزبيدي التسهيلات في هذه المهمه؟ شكرا جزيلا لهذا السؤال. الحقيقة أولا أنا أتوجه بالتحية والتقدير إلى أخي وصديقي المستشار عبد العزيز المفلحي، وأسأل الله أنه يوفقه في التحدي الذي وضع أمامه، كما أحيي رسالة الرائعة التي بعث بها بالأمس إلى مهرجان عدن، وأدعو أبناء عدن والمحافظ السابق والقادة السياسيين في عدن إلى التعاون مع الأخ عبد العزيز المفلحي، فهو يعني كتبتنا في يوم تعيينه تحية للجنديين عيدروس وعبد العزيز، وقلت إنهما يعني مكملان لبعضهما، وكما يقال يعني الأخ عبد العزيز هو خير خلف لخير سلف، ولذلك أتمنى له التوفيق. أما بالنسبة لسؤالك ماذا سيجرى في عدن، أنا أتوقع أن النقطة الرئيسية في الجديدة في بيان أمس ليست التمسك بالقضية الجنوبية، فهذه قضية على الناس يتذكرون أنها بدأت في 7/7/2007. الجديد أمس هو الدعوة لتشكيل كيان سياسي جنوبي يعبر عن وحدة الجنوبيين، وأنا في هذا الموضوع كتبت أكثر من 10 مقالات متعددة تضمنت الدعوة إلى تكوين جبهة وطنية جنوبية عريضة تعبر عن كل القوى السياسية الجنوبية، وأدعو كل القوى السياسية والمكونات والأطراف المختلفة إلى الانخراط في هذه الجبهة تحت قيادة الأخ عيدروس الزبيدي. نعم. طيب، سؤال أخير أيضا لك أستاذ أنيس منصور، ما هي توقعاتك لما بعد مهرجان عدن، وهل تتوقع نجاحا للمحافظ الجديد في مهامه، خاصة يعني إذا ما تحدثنا بأنه جاء على خلفية فشل في مستوى الخدمات في عدن؟ بالنسبة لبيان عدن، أقول لك أنه بعد بيان عدن ستصدر 120 بيان، وستتكرر الفعاليات، نفس الشعارات ونفس الوجوه ونفس المضمون الذي تعودنا عليه، وثم بعد ذلك ينتهي كأن شيئا لم يكن باختصار. اما يعني فعالية تكرر نفسها، والمستفيدين هم بعض القيادات الذين يستخدمون سلوك الابتزاز والاستثمار والبحث عن مصالح ذاتية على حساب مصلحة الشعب الجنوبي. بالنسبة عبد العزيز المفلحي، اعتقد انه رجل اقتصادي ورجل اداري ورجل صاحب تجربة، سيستطيع أن يحقق نجاحات، خصوصا وهو يحظى بدعم مباشر من الرئيس عبد ربه منصور هادي ومن دول التحالف، خصوصا وهذا التوقيت أيضا فيه نوعا من الحساسية في هذا. لكن أتمنى
أن يتعاون محافظ عدن مع السابق مع نتمنى المحافظ نتمنى عدن جميعنا ذلك. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من الرياض الصحفي أنيس منصور، وأيضا نشكر كان معنا من المملكة المتحدة الدكتور عيدروس النقيب وليس عيدروس الزويدي. كما أشكركم أعزائي المشاهدين لطيب المتابعة، تقبلوا تحياتي في نهاية الحلقة، تحياتي وتحية منتج البرنامج كمال حيدرة، إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد، في أمان الله.